طيب السلام عليكم يا جماعة، إن شاء الله اليوم راح نشرح الأزمة والكافي دراجز. طبعا هي أول محاضرة من محاضرات الفاينل، بإذن الله تكون لطيفة، وأنت أصلا مرقت عليك أتوقع من قبل بعض المعلومات عنها، فإن شاء الله تكون لطيفة وتمشي على خير. بلس بعرف إن طالعين من الميد بهالفترة، وأنتم بدكم تحسنوا علاماتكم بالفاينل بإذن الله، يعني نمشي مسيرة بالفاينل أفضل ونجيب علامات أحسن بإذن الله. تمام، فلا تيأسوا، الأمور جدا لطيفة وجدا عادية. مادة الفاينل في منها أجزاء حلوة وفي منها أجزاء مش حلوة، بس إنه بشكل عام إحنا بدنا نسيطر على الأمور ونحاول نجيب العلامة اللي إحنا بدنا إياها، تمام، ونجيب أعلى علامة. طبعا طبعا نبلش بالأزمة. طبعا هي مرض الربو وهو منتشر عندنا. As an introduction، الأزمة هي عبارة عن reversible chronic inflammatory disorder، هو عبارة عن التهاب في القصبات الهوائية بيكون reversible، وهذا الشيء reversible إيش؟ by drugs، يعني بنقدر إن يعني نعالج الأزمة عن طريق ال drugs، مش نعالجها معالج ولكن نعيدها للوضع الطبيعي. تمام؟ هي بتسبب لي causing airway obstruction، تسكير في ال airway، تسكير في القصبات الهوائية، بتمنع ال air flow يدخل normally على اللانجز ويؤدي وظيفته زي ما طبيعيا بصير. فبصير airway obstruction، تضيق في القصبات الهوائية، وبرضه بصير عندي هايبر رياكتيفيتي للبرونكاي، كمان في البرونكاي بصير عندي برونكوس باز. تمام، فيعني تسكير خلينا نحكي مش تام، ولكن تسكير كثير كبير في القصبات الهوائية بيمنع دخول الهواء براحته والخروج براحته، وهذا الشيء زي ما بنعرف انه راح يمنع دخول الأكسجين منيح للجسم، راح يمنع عدة أمور عن وضعها الطبيعي. راح ندخل بالباث فسيولوجي بعد شوي، وراح نوضح هاي الأمور بإذن الله ونشوف اللي بصير قاعد عندنا باللانكس. فالسبيسيفيك ابنورماليتيز از ديو تو ايش؟ الهايبر رياكتيفيتي. من وين اجت هاي الهايبر رياكتيفيتي؟ الهايبر رياكتيفيتي لما احكي لك هايبر رياكتيفيتي، انا بقصد فيها انه البرونكاي القصبات الهوائيه بتم تحفيزها، وبتصير انه لاي محفز بتصير ايش تعمل لي؟ بتعمل لي برونكوسبازم. انا هيك بقصد في الهايبر رياكتيف. تمام، اي محفز بسبب لي ايش؟ برونكوسبازم. زي ايش المحفزات هاي؟ تو ديو تو ايش؟ وان اور مور ستيمولاي. ايش هاي الستيمولاي؟ مثلا مرضى الربو لو حطيتهم في بيئه فيها غبره او تنظيف غبره والى اخره، راح تشوفهم عندهم صار ضيق في التنفس وبلشوا يسعلوا بشكل قوي وهيك. فهذا مثلا الغبره يعتبر ستيمولاي، عمل لي هايبر رياكتيفيتي او هايبر ريسبونسيفنس لللنجز، وخلاها تعمل برونكوس باز وتصير يعني ابنورماليتي فيها. تمام، فزي ما حكينا هي عده ستيمولاي، عده محفزات ممكن تسبب لي ايش؟ تخلي البرونكاي تعمل برونكو سباز. وطبعا ليش صار ان البرونكوسبازم؟ ديو لسمثينج باث فيسيولوجي، انه صار تشينج بالستراكشرال، صار ريموديلينج في الستراكشر تاع البرونكاي ديو تو ايش؟ اوتونوميك ديستربنسز. طبعا الازمه بشكل عام هي بتكون ريكرنت، نوبات الازمه يعني بتكون ريكرنت وانترميتنت في تسكير الايروي، يعني مش دائما بيكون عنده الايروي مسكره، لا هي بتيجي كنوبه، يعني عدة نوبات، مثلا ممكن مرتين بالشهر، 4 مرات في الشهر، 5، 10، 20، حسب حالة المريض، حسب الكيس تاعت المريض وحسب الديجري اللي هو واصل لها. تمام، طيب طبعا هو مرض منتشر في الأطفال بالتشايلدهود، مرحلة الطفولة. والأوبستراكشن هذا يعني ريفيرسبل، نوت لايك السي او بي دي. السي او بي دي يا جماعة مرحلة مور بروجريسيف، يعني أكثر متقدمة من الأزمة، لهيك الفرق ما بين الازمه والسي او بي دي انه الازمه ريفرسبل والسي او بي دي ايش؟ الريفرسبل، بس بشكل بسيط زي هيك. طبعا هذا الالتهاب بالقصبات الهوائيه بتخصص او له خصائص زي ما حكينا، الهايبر رياكتيفيتي انه ديو تو ستيمولاي، ايش بصير يعني بالبرونكاي؟ بصير برونكو سبازم، يعني احنا بنسميه هايبر ريسبونسيفنس، هايبر رياكتيفيتي نفس الكلمه. طبعا هذا الاشي زي ما حكينا due to bath physiology، انه صار عندنا remodeling و change في الشيب تاع وال structural تاع البرونكاي، لهيك صار عندنا هذا remodeling. وطبعا حسب الديجري، الديجري بيكون هذا الresponsiveness
موجود عندي. يعني مثلا ممكن الناس مش لكل الستيمولاي يصير عندها هذا الهايبر ريسبونسيف، في ناس عندهم اشياء اكثر من اشياء. تمام، طبعا هذا بيعتمد حسب السيفيريتي اللي واصل لها هذا المرض، وهي عباره عن ايش زي ما حكينا ريفرسبل اوبستراكشن. تمام، طب نيجي ندخل شوي بالباثوفيسيولوجي، شوي نوضح عن الازمة كباثوفيسيولوجي. يا جماعة هسه احنا شو اللي بصير عنا بالازمة؟ طيب زي ما حكينا بدنا ندخل بالباثوفيسيولوجي. بالباثوفيسيولوجي يا جماعة خليني اشرح لكم على هاي الصورة افضل، بعدين بنروح على الشرح. تمام، طيب هسه شوف هاي النورمال ايرواي وهاي الازماتيك ايرواي، شوف كيف كثير متضيقة وكثير فيها سكريشن وكثير فيها اشياء، بس بينما النورمال بتكون شوفوا كيف مفتوحة ما فيها اشي نورمال يعني. تمام، وحتى كمان شوفوا ما بين هاي الاميون سيلز اللي هم الوايت بلاد سيلز والى اخره من السيلز بينفرزوا وقت الانفلاميشن. تمام، بينما لما يكون في الوضع الطبيعي ما في هاي الاشياء كلها، وحتى الجوبلت سيل شوفوا كيف هنا امورها سليمة، وحتى السكريشن شوفوا مش كلهم بيعملوا سكريشن، والسكريشن ها عندي قليل بينما هان ايش كثير. تمام، هذا كله هي هسه راح الوضع. تمام، طيب هسه يا جماعة مرضى الازمة لما يتعرضوا لاي ستيمولاي، لاي يعني خلينا نحكي الدست اللي هي الغبر، تمام، تعرضوا لاي نوع من الستيمولاي، هاي الستيمولاي عملت لي ايش يا جماعة عند هذول المرضى؟ عملت لي كرونيك اريتيشن. شو هي الكرونيك اريتيشن؟ اللي زي ما حكينا البرونكوسبازم والى اخره من الامور كباثوفيسيولوجي. فالكرونيك اريتيشن هاي اللي بتصير هاي احنا بنسميها انفلاميشن. تمام، هاي الكرونيك اريتيشن اللي صارت عند هاي المرضى احنا بنسميها الانفلاميشن. طبعا الانفلاميشن وين اجت؟ لانه يا جماعه شفتوا هذول الداست ماتيريال عملت لي ايش؟ عملت لي ميون رياكشن. كيف يعني ميون رياكشن؟ يعني اجت الميون سيلز بلشت تتجمع وين؟ عند البرونكاي، وبلشت تعمل ريليز للميدياترز تاعتها. فاجت الميون سيلز صارت تعمل ريليز للميدياترز تاعتها لانه شافت فيها منطقه فيها خلينا نحكي something wrong. تمام، فاجت هاي السيلز الميون سيلز واجت صارت تفرز المدياتور ساعتها. طبعا في عندنا كثير مدياترز بتدخل في تحفيز الاير واي، منها يعني خلينا نحكي الهيستامين، البروستاجلاندين، الليكوترينز الى اخره من المدياترز. مش شرط تحفظوهم ولكن عرفوهم بشكل عام. اهم شيء يعني لو عرفتوا مثلا الهيستامين، البروستاجلاندين، الليكوترينز، الادينوسين مثلا. تمام، هاي المدياترز من وين اجت؟ اجت مثلا من الايزوفيل، اجت من الماست سيل. ماست سيل ما هي بتفرز لي ايش؟ بتفرز لي هيستامين. اجت من الايزينوفيل، اجت من البي سيلز، الماكروفاجز، تي سيلز، النيتروفيلز، يعني من كل خلينا نحكي الميون سيلز. تمام، من كل الميون سيلز طلعت هاي المدياترز، وهي هاي المدياترز هي اللي عملت لي المشكله، هي سببت لي المشكله وسببت لي انه يصير عندي ايش. شو بتسبب هاي المدياترز؟ اول شيء بتسبب لي اياه انه بتسوي لي سموث مسل كونتراكشن، بصير عندي ايش كونتراكشن. شوفوا متضيق ليش؟ صار عندي كونتراكشن للسموث مسل، سموث مسل كونتراكشن. هذا اول شيء عملت لي اياه المدياترز، يعني برونكو سبازم واضح 100%. وعملت لي كمان هايبر تروفي بالسموث مسل. شوفوا كيف السموث مسل السمك تاعها، بينما هان السمك بسيط. هذا عبارة عن هايبرتروفي في السموث مسل. وهالشي ايش سوالي يا جماعة؟ صار يضغط عندي على اللومن. طبعا اللومن شايفين هاي التجويف هذا تاع بمرق فيه الهواء، هذا التجويف كامل العادي الطبيعي الدائري هذا كامل هيك. هان يا جماعة متضيق صح؟ شايفين كيف الهايبرتروفي اوف السموث مسل ايش عمل لي؟ ضغط لي على اللومن، فعمل لي ايش؟ ناروينج اوف ذا لومن. وهالشيء يعني هو اصلا لهذا اللومن المكان اللي بيمشي فيه الهواء، لما يتضيق شو يعني هذا الشيء؟ صار عندي تضيق في الاير واي بزياده. شوفوا كمان ايش راح يسوي على البرونكال جلاند يا جماعه. شوفوا البرونكال جلاند هذول شو سبب لي؟ هايبر سكريشن.
شوف السكريشن قد ايه، الميوكس، هاي الميوكس هايبر سكريشن، شوف قد ايه الميوكس كثير هان بينما هان قليل، فعندي صار سكريشن كثير قليل كثير كثير كبير موجود في اللومن، وهالشيء برضو بيمنع دخول الهواء على الالفيولاي وبالتالي بيمنع دخول الاكسجين على الجسم. تمام تمام، فهيك عمل لي برضو مور ناروينج على البرونكال جلاند. شو راح يسوي؟ زي ما حكينا هايبر سكريشن. طب على البلد فيسل شو راح يسوي يا جماعه؟ راح يسوي لي فاز ديليشن، راح تعمل لي فاز ديليشن على البلد فيسلز بتغذي البرونكاي هاي، وهذا الشيء بما معناه فاز ديليشن يعني انا قاعد بعمل انكريز للفلويدز، انكريز للبلد سبلاي توارد ايش؟ البرونكاي، وهذا الشيء ايش راح يسبب لي؟ راح يسبب لي إديما. تمام، إديما يعني تجمع فلويد بالبرونكاي، وهذا الشيء كمان راح يعمل لي مور ناروينج لللومن، مور ناروينج للاير واي، فراح يمنع برضه مور انه دخول الهواء لللنجز. فزي ما انتم شايفين يا جماعه هاي الباثوفيسيولوجي بتاعت الازمه بيشنت، انه هاي المدياترز بتسبب لي كل هاي الامور. فهي عباره عن ايش؟ هم اصلا هذول المرضى عندهم اياها از ا كرونيك اير واي انفلاميشن، هذا الشيء كرونيك يعني مزمن بضله على طول موجود. تمام، وبرضه هذا الشيء على المدى يعني within time ايش بصير؟ بصير في عندنا structural changing زي ما حكينا remodeling للبرونكاي، وهالشيء شو راح يسبب لي؟ راح يسبب لي increase بال size والnumber of smooth muscle، راح تزيد size والnumber of smooth muscle، وهذا الشيء يعني more narrowing للairway. راح تسبب لي increase للmucus secretions زي ما احنا شايفين more secretions موجودة في اللومن، وبرضه راح تسبب لي vasodilation due to mediators، يعني بعض mediators زي الهستامين مثلا بتسبب لي ايش؟ vasodilation للblood blood vessels، وبالتالي انه بتسحب more fluids towards the bronchi، وهذا الاشي راح تسبب لي الإديمة، وبرضه كمان more narrowing للairway. فهاي بشكل عام هاي الباثوفيسيولوجي تاعت الأزمة، يعني بشكل بسيط تفهموها عشان توصل لكم الفكره لقدام افضل وافضل. تمام، احنا مش راح ندخل فيها ديبلي اصلا، بس احنا بتهمنا عشان نفهم بس شو صار باللانكس او شو صار بالبرونكاي، ليش صار فيها تضييق، شو صار عند الازمة بيشنت، يعني عشان لو واحد سالني عن الازمة اكون عارف، ولو اجى في الامتحان وما بيجي طبعا هذا الشيء باثوفيسيولوجي ما بيجي، ولكن انت تكون عارف وباني دراستك عليه انه في عندي ناروينج بالاير واي وعندي انفلاميشن زي ما انتم شايفين، عندي تجمع للميون سيلز هان، عندي هايبر سكريشن، عندي حتى جوبلت سيل هايبر بليجيا، في تضخم في الجوبلت سيلز، سموث مسل سبازم، وبرضه هايبر بليجيا بالسموث مسلز، فبالتالي كل هذا بيعمل لي تضييق للاير واي وانفلاميشن. فالادويه اللي راح استخدمها انا عشان اعالج حاله الازمه راح تكون صنفين، صنف برونكودايليترز موسعات للقصبات الهوائيه، وصنف يكون انتي انفلاماتوري يعني مضادات للانفلاميشن، مضاد للالتهابات، يعني بدي استخدم مضاد التهابات، بدي استخدم ايش؟ موسعات للقصبات الهوائيه عشان ايش؟ العلاج تاعي يكون افكتيف في هذول المرضى. تمام، طيب يا جماعه زي ما حكينا احنا هان راح تتضرر عندي الاير واي بشكل عام، السموث مصر راح يصير لها هايبر بليجيا ناروينج اوف ذا اير واي في اللومن، تضيق في اللومن، الاير واي ستراكشرال ريموديلنج هذا راح يسبب لي يعني مع الوقت راح يسبب لي ليدز تو هايبر ريسبونسيفنس، زياده في زي ما حكينا لاي ستيمولاي بصير عندنا ايش؟ برونكو سبازم والى اخره من الاشياء اللي حكيناها، الهايبر سكريشن اكسسيف سكريشن، برضه بتعمل لي سموث مسل هايبر بليجي الى اخره، هذا بصير عندنا ايش؟ ستراكشرال ريموديلنج تشينج في الستراكشر of the bronchi which is make the bronchi تعمل constrict easily to endogenous and exogenous stimuli لأي محفزات خارجية أو داخلية، حتى بتسوي لي إيش؟ برونكو سبازمات، goblet cell hyperplasia و increase بالميوكس glands increase secretion leads to إيش؟ excessive secretion mucus hyper secretion. فهاي بشكل عام هاي pathophysiology of الأزمة بيشن، مهمة مش مهمة كثير، بعطيها مهمة بعطيها 10% ل 20% بس،
انه تفهم انه احنا بنستخدم ادويه موسعات قصبات هوائيه وادويه ايش مضادات للالتهاب، واعرف شو صار بالضبط داخل اللنك، يعني مثلا زي سموث مسر هايبربليجيا كونتراكشن برونكوسبازم الى اخره، هاي الامور بتهمني تمام. فالسيمتومز راح تظهر عند المريض بناء على اللي احنا شايفينه، برونكوسبازم تضيق مش قادر ياخذ المريض نفس يعني بالتالي صح، يعني لما يصير عنده تضيق في البرونكاي. فالسيمتومز الاعراض راح نشوفها احنا نلحظها على المريض او السيمتومز راح يحكي لنا اياها المريض، خلينا نحكي زي شورتنس اوف بريث، يعني لما يجي معك المريض مش راح يكمل السنتنس تاعته، ما راح يكمل الجمله تاعته. دايزبنيا اللي هي ناروينج اوف برونكاي، مش هي ناروينج، عباره عن ايش شورتنس اوف بريث، هي عباره عن ضيق في النفس مش قادر يكمل المريض الجمله تاعته. كافينج راح يصير كح المريض، طبعا في عندنا كحه with الاكسبكتوريشن وعندنا without، يعني مع بلغم with or without البلغم كمان، فبتكون يا دراي كاف يعني كحه ناشفه يا اما كحه مع بلغم، بس احنا عندنا اصلا هايبر سكريشن ممكن تكون اصلا اغلبهم يطلع مع بلغم، بس عادي في ناس بيكون عندهم كحه ناشفه برضه. الويزنج زي ما بنعرف المرضى تعون الازمة لما بيكون متنفسوا النفس تاعهم، يعني احنا نفسنا طبيعي بس هم عندهم ايش زي الصفير، يكون الصوت النفس الفويس تاع البريثنج عندهم زي انه مش احنا حكينا القصبات الهوائية بتضيق كثير يا جماعة، فلما انت تضيق كثير القصبات الهوائية بتيجي مثلا تنفخ فيها زي انك تنفخ عليها عادي، بتصير يعني الهواء يمرق بمساحات صغيرة كثير، فبصير انه النفس اللي باخذوه بناء على هاي الاشي انه النفس لما يجي يمرق بالقصبات الهوائية هاي زي الصفير بيطلع، لانه عنده مساحة ضيقة كثير وقاعد بدخل فيها هواء، فانه لما يجي ياخذ breathing breath in breath out بيكون زي صوته زي صوت الصفير تمام. فبعرف انه عندهم كثير من الضيقة القصبات الهوائية هذول المرضى بالذات تمام. هاي السيمتومز بنسميهم احنا الكلينيكال تريات تاعت مرضى الازمه، كثير مهمه شورتنس بريث الكافينج ويزن، ثلاث تريات يعني معناها ثلاث سيمتومز. طيب يا جماعه في عندنا طبعا مرضى الازمه بنقسمه للانترميتنت، بيكون عندهم انترميتنت الازمه ما بتكون كثير عندهم الاعراض هاي لسه جاي، يعني هاي الاعراض الشورتنس بريث الكافينج الويزنج ما بتكون من زمان، بتكون جديد، يعني بيكون البيشنت جديد تشخص بهاي الاعراض، والسيمتومز ما بتيجي فريكوينت ما بتتكرر كثير، يعني مثلا ممكن تكون مثلا 2 دايز ا ويك يعني مرتين في الاسبوع، بالمساء يعني بالليل بتعطيه مرات مرتين في الليل. ليش يا جماعه في بالليل برضو كمان بتصير الازمه؟ الازمه يا جماعه بتصير بالليل ديو تو ايش، انه بزيد عندي الفاجل انرفيشن تمام. بالليل احنا بالليل عندنا بزيد الفاجل انرفيشن، بزيد الباراسمباثيك اكثر من الصبح، لهيك المرضى خلال الفترات الليل بتجيهم برضو نوبات ممكن تمام، لان الباراسمباثيك شو بسوي لي؟ برونكوسبازم برضو، بالتالي بحفز لي الاتاك تاعت الازمه. هاد بالنسبه للانترميتنت تكون مايلد يعني خفيفه 2 دايز ا ويك 2 مرتين بالليل بالمنث مونثلي يعني. البيرزيستنت ازمه اللي هي بتيجي بشكل دائم اللي بتكون السيمتومز فريكوينتلي بشكل متكرر كثير، في منها بنقسم احنا مايلد مودريت وسيفير تمام. الانترميتنت بس مايلد، البيرزيستنس مايلد مودريت سيفير، بناء على الجدول هذا يعني المايلد بيرزيستنس ايش بتسوي لي؟ مثلا ممكن يكون اكثر من مرتين ويكلي، بس مش انه كل يوم، مش less than one time daily تمام، وبتكون ايش اكثر من مرتين بالشهر، اكثر من مرتين بالليل بالشهر. المودريت بيرزيستنت ازمه بتكون ديلي، بتيجي كل يوم يعني، واكثر من ليله بالاسبوع. السيفير بتكون continuously تيجي continuously، وبالليل مش بتكون بس مرة أو أكثر من مرة بالأسبوع، بتكون frequently أكثر من
يعني كل يوم ممكن تصير، يعني كل يوم بالليل وكل يوم وأكثر من مرة بالصبح. فالمرضى دول كثير عندهم مارس الوضع متأزم كثير. تمام، احنا هذول احنا هيك بنقسم عندنا مرضى الأزمة لانترميتنت وبرزستنت. فهمنا شو الفرق ما بينهم بناء على متى بتجي الأتاك، متى بتجي الأتاك. يا جماعة في عندنا أدوية بتعمل induced أزمة. كيف يعني؟ مش بتسبب لي أزمة، لا not causing أزمة، هي بتعمل induced أزمة، يعني بتحفز لي الأزمة تصير. زي إيش الأدوية؟ أو تحفز لي نوبات الأزمة تيجي. هي بنسميها iatrogenic أزمة drugs. زي النسيدز، النن ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، الاسبرين مثلهم والى اخره من كل عائله النسيدز راح ناخذها. طبعا الكولينوميميتكس زي ما بنعرف احنا البارو سمباثيك يعني دراجز اكيد راح تسوي البرونكوسبازم، فبالتالي اكيد احنا بنعرف عن طريق الناس اللي درسناه انه اكيد البارو سمباثيك راح يسوي لي برونكوسبازم، فبالتالي راح يعمل لي راح يحفز لي الازمه تصير اكثر. زي ما حكينا اصلا بالليل التحفيز الفاجل انرفيشن بيكون اكثر، هيك بتصير عندهم نوبات في الليل. برضو البيتا بلوكرز، ليش البيتا بلوكرز يا جماعه؟ لانه حكينا البيتا بلوكرز يا جماعه بتشتغل على البيتا 1 وبيتا 2. بيتا 1 زي ما حكينا بالهارت، البيتا 2 وين موجوده؟ باللنجز. فلما اعمل بيتا بلوك للموجوده باللنجز، البيتا 2 الموجوده باللنجز راح تسوي لي برضه برونكوسبازم، هذا الشيء راح يحفز لي نوبه الازمه. الاوبيويدز، المورفين لايك دراجز، هدول الادويه يا جماعه كمان بتسبب لي مش بتسبب لي الازمه، برضه بتحفز لي نوبه الازمه تكون موجوده. لان المورفين يا جماعه بيعمل انهانسمنت للهيستامين ريليز، فهذا الشيء ايش بيعمل لي؟ بيعمل لي برضه الاتاك تيجي. فهي الادويه بشكل عام بتحفز لي نوبه الازمه انها يعني خلينا نحكي تتحفز. تمام. طيب الاستراتيجي في التريتنج الازمه زي ما حكينا احنا محتاجين ادويه تعمل لي ايش حكينا برونكو دايليشن، وبرضه تكون انتي انفلاماتوري يعني مضادات مضاد التهاب، وبرضه موسعات القصبات الهوائيه. طبعا احنا بنعالج السيمبتومز بتاعت الازمه يا جماعه، ما بنعالج الازمه بذاتها. تمام، احنا وي تريت the symptoms effectively but no agent provide cure for this disease. ما بنعالج المرض كمرض، بنعالج symptoms اللي بيكون مرافق له. طبعا medication can be classified according to the mechanism of action. لا bronchodilator زي ما حكيت لكم، موسعات القصبات الهوائيه، وانتي انفلاماتوري. طبعا ايش من الادويه البرونكودايليتر اللي احنا مرقوا علينا بال ANS؟ زي البيتا 2 agonist، زي اللي بتذكر اكثر في دواء اللي اخذناه السالبيتامول اللي هو بيشتغل كبيتا 2 اجونست، وكمان سيلكتيف، بيكون سيلكتيف يعني مهم جدا تعرفوا انه سيلكتيف. يعني ايش سيلكتيف؟ يعني بس بيروح بيشتغل على البيتا 2 بيعمل لها ايش؟ بيعمل برونكودايليشن. تمام، في الانتي ماسكارينيك دراجز زي ايش؟ زي الابراتروبيوم اخذناه برضه بال ANS بالانتي ماسكارينيك دراجز. الليبراتروم برضه بيعمل توسيع القصبات الهوائيه ويقلل لي الافراز تاع السكريشنز. الميثايل اكزانثينز دراجز، مثل اكزانثينز دراجز هذول عائله بنسميهم عائله الشاي والقهوه، راح نجيهم نوضحهم اكثر. فيهم مواد برضه بتسوي لي برونكودايليشن. تمام، الانتي انفلاماتوري دراجز زي الجلوكورتيكوستيرويدز دراج، هذول يا جماعه عائله ستيرويدات هيك بسموهم، عائلة الستيرويدات اللي هي الكورتيزون، إذا ما إذا أحد ما فهم علي الكورتيزونز. تمام، فهم هذول الأدوية اللي بقدر أستعملهم كأنتي إنفلاماتوري في حالات الأزمة. برضو في عنا الماس سيل ستيبلايزرز، وعنا الليكوتراينز موديفايرز. تمام، هاي الأدوية بشكل عام راح نستخدمها في علاج الأزمة، مش كلها، راح يكون في كومباينيشن، في بدنا من هون ومن هون، بس مش كلها هي راح نستخدمها، في شيء قوي في شيء ضعيف راح نوضحه خلال خلال الجاي يعني. طبعا زي ما حكينا انه البرونكوديليتر ار يوز فور سيمبتوماتيك ريليف اونلي. برونكوديليتر، اما اذا بنعمل كنترول على الباثولوجي اند سلو البروجريشن تاع الريموديلنج
تاع البرونكاي لازم نعطي ايش انتي انفلاماتوري ايجنتس. هاي راح اوضحها انه اللابا واللوك ترينز موديفايرز هم عباره عن ادد اون ثيرابي ان بيشنت نوت كنترولد اون الايش الانهيلد كورتيكوستيرويدز. هاي انهيلد كورتيكوستيرويدز يا جماعه هذول طبعا الادويه لابا واللوك ترينز موديفايرز زي ما عارفين فوق انه اللوك ترينز موديفايرز ايش يا جماعه بستخدمهم انتي انفلاماتوري. لابا بستخدمهم as a bronchodilator drugs. راح نجيهم ونوضحهم بسيطة هاي النقطة برجع لها بعدين. long term controls are mainly anti-inflammatory drugs except LABA. طيب راح اجي اوضحهم بس بدي اوضح هاي شغلين السبيسر يا جماعة. او من هان كمان الدرجز بالاسما يا جماعه يوجوالي يوز از ايش انهيلر. انهيلر يعني عن طريق الانهيليشنز يعني عن طريق النفس انه بتاخذ الادويه عن طريق اللنكس. تمام بتكون عباره عن دايركت افكت هاي بتكون ولارج سيرفيس اريا بتغطي لي باللنكس وبتكون لس للسيستميك سايد افكتس يعني ما بيكون عندي كثير سيستميك افكت. ليك انا بلجأ للعلاج عن طريق اللنكس نفسه ما بروح على الاي في ولا البريد ولا الاشياء الثانيه بس ممكن نستعملهم ولكن الافضل انه الانهيلر هم الفيرست تشويس لعلاج الازمه. السبيسر طبعا في عندنا جهاز اسمه سبيسر بنستخدمه لبرضه كمان يسهل عمل البخاخات تمام ويمنع برضه تجمع الماتيريال تاعت الماتيريال تاعت يعني الدواء يمنع تجمع بين بالفم اكثر من انه تجمع باللنكس ف يعني بيمنع تجمع الدواء بالفم اكثر ما هو باللنكس يعني فبيزيد التجمع الدواء في اللنكس وبيمنعه يتجمع انه في الماوث. تمام هذا وظيفته هيك وظيفته. هو لارج فوليوم تشامبر اتاتش تو مترو دوز انهيلرز. انا كنت بدي افرجيكم اياه. طب ثواني بس. طيب يا جماعة هذا هو هاي السبيسرات. هذا السبيسر يا جماعة هي عنا الانهيلر هاي ادوية البخاخات هذول بنحط البخاخة هان او هان بنحطها حتى تمام وهاي بنحطها بتم المريض او هم لحالهم بيكونوا عارفين هذا الاشي يعني ولما يجي باخذ نفس قوي عشان باخذ نفس قوي عشان يدخل الدواء كليته على اللنكس تمام ويمنع تجمع الدواء وين في الفم اكثر ما هو باللنكس. يعني شوفوا مثلا مرات لما واحد ياخذ لحاله البخه تمام بتجمع بالماوث اغلب البارتيكل ساعه الدواء اكثر من انها تتجمع باللنكس وتسوي المفعول اللي احنا بدنا اياه. لهيك احنا قصرنا الافكت تاع الدواء تمام لانه في ناس كثير ما بتعرف تستعمل البخاخه هاي فصار يستخدم معها السبيسر عشان تزيد الدواء في اللانجز وتمنع تجمعه وين في الماوث يعني بصير هيك في الماوث بصير هيك في اللانجز يعني فهو احسن. بينما لو استخدم البخاخة لحال بيكون بيكون الدواء البارتيكلز موجود بالماوث اكثر ما هي في اللانجز. تمام هذا للناس اللي ما بيعرف تستعمله. فليس ديبوزيشن اوف دراج ان ماوث هاي ليس ديبوزيشن دراج ان ماوث ريدوس الفوليسيتي اوف انجكتد الى اخره من الامور. ادفايس تو اول بيشنتس سواء تشيلدرن او الالدرلي. وطبعا يا جماعه احنا دائما بعد البخه او بعد استعمال السبيسر هسه اذا كنت تستعمل السبيسر لازم ايش بعد الاستعمال تاع السبيسر يعمل له واشنج ريجولار واشنج انه يغسله عشان ما تتجمع فيه عشان لما هاي البارتكل ساعة الدواء لما تتجمع فيه على يعني مع الوقت بتصير ايش تسبب لي بكتيريال انفكشن تسبب لي بكتيريال انفكشن يعني فيها مادة تسبب لي بكتيريال انفكشن. وحتى بالماوث يا جماعة اذا ما بستخدم السبيسر لازم اعمل ريجولار واشنج للماوث. فهذول المرضى لازم نحكي لهم انه بعد استعمال البخة لازم تغسل تمك
بشكل منتظم بعد الاستعمال. واذا بتستعمل السبيسر طبعا كمان تغسل السبيسر او تعمل له واشنج ريجولارلي بشكل منتظم بعد اي استعمال. طبعا في عندنا كمان النيبلايزر ثيرابي برضو تفرجيكم اياه. في المرضى اللي ما بيعرفوا يستخدموا مثلا البخاخة بنصحهم ايش يستعملوا النيبلايزر. هذا اللي هو النيبلايزر اللي هو شايفين تشامبر هام، بنحط فيه الدواء وبنعمل له بخة يعني زي تبخيرة، تمام تبخيرات. فهذا برضو كمان اشي منيح طبعا بينصح فيها المرضى اللي ما بيعرفوا يستعملوا الميتريد دوز انهيلرز. طبعا الأدوية عندنا يعني بتنقسم لتو كاتيجوريز، في عندنا شورت تيرم جروب وفي عندنا اللونج تيرم كنترولرز. شو الشورت تيرم وشو اللونج تيرم؟ الشورت تيرم يا جماعة اللي هي بتعمل لي سيستميك سيمتوماتيك ريليفز. كيف يعني سيمتوماتيك ريليف؟ انه بس بتخفف لي من الأعراض اللي ممكن تيجي. مثلا لما تيجي الاتاك انا بقدر استخدم مثلا البيتا 2 اجونست او زي السالبيتامول، بقدر استخدمه في وقت الهاي لانه ايش بيعمل لي برونكو دايليشن، بيعمل لي ايش توسع في القصبات الهوائيه. فهذا الدواء بنعتبره احنا من الشورت تيرم لانه ما بيعالج لي شيء، بس بيعمل لي ايش ريفرس السيمتومز اللي صارت مع المريض هسه، بس على المدى البعيد ما بيفيدني، على المدى البعيد ما بيفيدني تمام. لهيك ما بقدر استخدم بس دواء انه يكون فعال فقط وقت الاتاك وانا قاعد اوريدي بيصير في شينج في باث فيسيولوجي قاعد بيصير في اللانجز تمام. فعشان هيك احنا قسمنا الادويه الى شورت تيرم ولونج تيرم. اللونج تيرم يا جماعه بتحافظ لي على اللانجز وبتعمل لها امبروفمنت على المدى البعيد. الشورت تيرم فقط وقت الاتاك احنا بنقدر نستخدم هاي الادويه تمام. سو اتس ايميديت ريفيرس اوف برونكوس باز بت نو افكت اون الاندرلاينج ايش انفلاميشن، ما بتاثر لي على الانفلاميشن. فكل الشورت تيرم دراجز او الشورت تيرم جروبز انت تعرف انهم برونكو دايليترز، برونكو دايليترز كلهم بيشتغلوا از برونكو دايليترز. بينما اللونج تيرم كنترولرز بيشتغلوا في منهم انتي انفلاماتوري وفي شيء برونكو دايليتر تمام. مش كلهم انتي انفلاماتوري، في منهم برضو برونكو دايليتر، بس هان كلهم برونكو دايليتر تمام. زي البيتا 2 اجونست انتي مسكرينيك، هان الشورت اكتنج ثيوفلين. ثيوفلين هو من عائله المثل اكزانثينز اللي راح ناخذها وراح نعرف عنها. فهاي الادويه الثلاث او العائلات الثلاث احنا بنستخدمهم از برونكو دايليترز از شورت تيرم جروب فقط وقت السيمبتومز، يعني فقط من وقت ما تيجي الاتاك. اما اللونج تيرم نستعمله على المدى البعيد لان عشان نعمل كنترول للانفلاميشن وبرضه تحسن لي من وضع اللنجز. الدراجز زي ايش؟ زي الكورتيكوستيرويدز زي ما حكيت لكم، الكورتيزونات، الماسل ستيبلايزر، الليكتراينز ميديفايرز، اللابا اللي هي اللونج اكتنج بيتا 2 اجونست راح نيجي ناخذها، سستيند ريليز ثيوفلين برضه راح نمرق عليه. طيب نبلش في اول عائله اللي هي العائله السابعه اللي هي شورت اكتنج بيتا 2 اجونست. طبعا هاي العائله المثال عليها السالبيتامول احنا اخذناه بالاي ان اس، واسمه الثاني العلمي الالبترول. هو عباره عن افكتيف دراج سيف واكسبنسيف. الميكانيزم اوف اكشن زي ما بنعرف احنا بنشتغل على البيتا 2 اجونست، فالبيتا 2 اجونست از سمباثيك شو بتسوي لي؟ بتسوي لي برونكو دايليشن عن طريق ايش؟ بتعمل لي سموث ماسل ريلاكسيشن وبعمل لي برونكو دايليشن توسع في القصبات الهوائيه. فالافكت تاعه انه بيعمل برونكو دايليشن وبرضه بيقلل لي الميوكس سكريشن في اللنجز، برضه بيعمل انهيبيشن للهيستامين ريليز تمام. فهذا الاشي راح يقلل لي الباز دايليشن اللي راح يصير من البلاد فيسلز، وبرضه ديكريز الايديما و برضه بخفف لي من اللي راح من الاتاك اللي راح تصير، بس ما بيشتغل از انتي انفلاماتوري تمام، ما بيشتغل از مضاد التهاب. طبعا هو ايميديت اونست اوف اكشن، بيشتغل بشكل سريع رابيد اونست اوف اكشن، من 5 ل 10 دقائق بيكون فعال يعني، وين يوز از انهيلر.
First line quick reliever, first line quick reliever in acute asthma attack. شوفوا الاتاك, انا هم بحكي عن الاتاك, acute asthma attack. لما حكي لك عن الازمة اتاك هان, انا بحكي لك وقت النوبة فقط, مش وقت ما يكون الامور مستعصية, لا, بس وقت النوبة بنقدر نستعمله. بوقت ثاني لا, يعني مش كل مرة, مش كل يوم بدي اخذ بخة زي ما بدي عكيفي, لا, as needed فقط, as needed وقت الاتاك فقط, وقت الاكيوت اتاك او وقت الاتاك تاعت الازمة لازم اخذه. ويستعمل برضو مع مرضى السي او بي دي, طبعا له short duration of action, short و rapid onset of action. short duration بيشتغل يعني بضل في الجسم لفترة قصيرة اللي هي 4 ساعات. طبعا بتاخد as a single agent in mild intermittent asthma. عندهم mild intermittent asthma احنا نستعمله as a single لحال, بخاخ لحاله. never used in persistent asthma alone, ما بنستعمل بالبرزيستنت ازمة لحاله, لا لا, تمام. طبعا لانه عنده short duration of action يا جماعة, يعني اذا بدنا نستعمله يومين, يعني لنفرض انه بدنا نستعمله يومين, بدنا مش من 4 لـ 6, مش اقل من 4 لـ 6 مرات في اليوم حتى نوصل اللي هي نغطي اليوم كامل, صح ولا لا؟ فعشان هيك احنا ما بنستعمله regularly, مش regularly, فقط وقت الاتاك, تمام. فان اللونج اكتنج بيتا 2 اجونست, هاي بسموهم السابا, هاي بسموهم لابا, لونج اكتنج بيتا 2 اجونست. اللابا هم برضو مصنعات من ادويه السمباثيك, يعني از السمباثيك نفس الميكانيزم اوف اكشن, ولكن احنا لعبنا هنا بالاونست ولعبنا بالديوريشن. فهاي الادويه اصلا كمان احنا عشان كور عارفين شو من نهايتها ال OL, هاي بيتا 2 agonist OL اخرتها, اخر الكلمة OL, هاي سالبيتامول OL, سالميترول OL, فورميترول OL, تمام. في ادوية انتو اخدتوها البيتا بلوكر زي ما بتعرفوا, زي بروبرانولول, الميتابرولول, ايتونولول الى اخره, كارفيدولول, كلهم اخريتهم ايش؟ OLOL, صح؟ تقريبا كليتهم اخريتهم OLOL. فهذيك عائلة البيتا بلوكرز, عائلة البيتا اغونيست لا, اخريتهم OL واحدة فقط, تمام؟ عشان تميزوا ما بينهم, وعشان برضو تتذكرون بالامتحان وتسهل عليكم الحفظ تاعتهم. فإلو اللونج اكتنج زي ما شيء ممكن من الحالة اللونج اكتنج, فراح يشتغل لفترة اطول. فإلو سلو اونست, slow onset بيشتغل يعني بشكل بطيء من 15 ل 30 دقيقة اللي يبلش شغله, وبيكون longer duration, duration تاعته 12 hours, طبعا لانه لعبنا بالليبت solubility تاعت الدرج. مش quick reliever, ما بيشتغل بشكل سريع, ما بيزبط وقت الاتاك, لهيك احنا بنستعمله على long term control. So it's controller of symptoms. LABA are contraindicated to be used alone. طبعا يا جماعة وجدوا انه اللي بيستعملوا LABA لحالهم, ادوية LABA بتسبب لهم الدث لحالها. LABA تسبب لهم الدث, ليش؟ يا جماعة احنا مع الوقت لما نستعمل ادوية بس للLABA للبرونكوديليشن احنا ما حلينا المشكلة. ليش؟ لانه احنا بس بنعمل ايش؟ قاعدين بنعمل توسع للقصبات الهوائية, بنعمل برونكوديليشن فقط. ما في لهم انتي انفلاماتوري افكت, ما في لهم يعني ما لهم افكت على الانفلاميشن اللي بصير. فاحنا قاعدين اوكي بنعمل برونكوديليشن برونكوديليشن برونكوديليشن, بس احنا ما عالجناش المشكله الاصليه اللي هي عندنا التهاب, تمام. فهاي المشكله من ناخذ ادويه زي اللابا ممكن تغطي على الانفلاميشن اللي بصير, ممكن يتطور لمرحله خطيره جدا, ممكن تسبب للدث, تمام. وفي لهيك ما بطلوا يستعملوهم لحالهم, صاروا يستعملوهم مع أدوية زي الكورتيكوستيرويدز. طبعا given regularly twice daily as adjunctive therapy in patients whose asthma will controlled by ال inhaled corticosteroids. طبعا احنا يا جماعة بنعمل combination ما between الكورتيكوستيرويدز drug واللابا,
يعني ادويه السالمترول فورميترول، نعمل كومباينيشن ما بين الكورتيكوستيرويد واللابا حتى نعمل ريليف للسيمتومز، وعشان برضه نعمل كنترول في الانفلاميشن اللي قاعد بيصير، ونقدر نحسن من وضع البيشنت على المدى البعيد، ونقلل من الهايبر ريسبونسيفنس اللي بيصير عند البيشنت، ونقلل من الريموديلنج اللي بيصير عند البيشنت، وبرضه نعمل ايش توسعه في القصبات الهوائيه كونه في عندنا تضييق كثير في النارونج كثير بالايروي. تمام، طبعا خليني اوريك كمان صوره. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين هذول الدوايين عباره عن كومباينيشن ما بين الكورتيكوستيرويدز دراج والبيتا 2 اجونست اللابا، اللي هم اللابا والكورتيكوستيرويدز، طبعا هم جود كومباينيشن انه نعطيهم مع بعض، عشان واحد بيعمل لي برونكو دايليشن وواحد بيعمل لي ايش انتي انفلاماتوري، هذا البيتا 2 اجونست برونكو دايليشن وهذا ايش انتي انفلاماتوري، فبالتالي جود كومباينيشن. وكمان احنا عشان نخفف الدوز تاعت الجلوكورتيكوستيرويدز لما نجيهم راح نحكي عنهم، لما نقلل الدوز تاعتهم لانهم هم شوي ادويه مش بسيطه بالسايد افكت تاعتها. طيب زي ما شايفين هان عندنا البيدوزونايد بالفورميترول مع بعض عاملين كومباينيشن، البيدوزونايد من عائله الكورتيكوستيرويدز، السالميترول من عائله اللابا، والفلوتيكوزون من عائله الكورتيكوستيرويد اللي هي الكورتيزونات هاي، وهي دواء الادويه كثير معروفه السيمبيكورت والسيريتايد. تمام، هاي ادويه كثير معروفه اصلا، يعني تشوفها لو حدا عنده مثلا بيعرف مريض ازمة بيكون عارف انه بيستعمل هاي الادوية. طيب السايد افكتس تاع السابا واللابا ايش بتعمل لي؟ بتعمل لي تي 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 اتش 3 تي ب اتش واحدة. شو هي تي 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 اتش؟ اللي هي تريمرز تيكي كارديا توليرانس هايبوكاليميا. التريمرز يا جماعه نتيجه انه زي ما نعرف احنا على البيتا 2 اجونست على العضلات شو بتسوي؟ بتعمل لي مور ابتيك للبوتاسيوم، وهذا الشيء راح يحفز لي الانقباضات، وبالتالي راح يصير عندنا التريمر اللي هي الرجفه هاي. التاكيكارديا احنا يا جماعه مع الوقت within time يعني على وكمان على الجرعه الكبيره ايش او على الهاي دوزز، لما نرفع الدوز من احنا بنفقد السلكتيفيتي، هي اوكي بيتا 2 اجونست سلكتيف بس احنا مع الهاي دوز ايش بنفقد السلكتيف، فبتصير تشتغل على البيتا 1 الموجوده بالهارت تعمل لي تاكي كارديا. التوليرانس انه يا جماعه معنى التوليرانس هذا الدواء بيفقد قدرته على التاثير، يعني انا بصير اخذ مثلا الدواء هذا اللابا مثلا او خلينا نحكي السالبيتامول بس انه ما بيأثر عندي، ما بيعمل لي لا توسع في القصبات الهوائية ولا بحس بأي شيء تغيير. هذا يا جماعة شو سببه؟ سببه التوليرانس اللي صار، انه المريض صار عنده توليرانس لهاي الأدوية، انه الدواء خلص بيفقد قدرته على التأثير نتيجة انه صار عندنا داون ريجوليشن، يعني قلت الريسبترات تاعت البيتا 2 الموجودة في اللنجز صار عددها أقل، فبالتالي المريض بطل خلينا نحكي يستجيب لهاي الادويه كونه باخذها مثلا بدوزات عاليه او كذا، لهيك احنا بنفقد التاثير تاع البرونكوديليشن مع الوقت. تمام، نفقد التاثير تاع البرونكوديليشن كونه قل عدد الريسبتورات الموجوده عندي في اللنجز، لهيك بصير عندي برضه توليرانس. الهايبوكاليميا زي ما حكينا احنا بصير انها ابتيك للمسلز بالبوتاسيوم وبقل بالدم، فبالتالي شو راح يصير في الدم؟ راح يقل نسبة البوتاسيوم في الدم، وهذا الاشي بيسبب لي هايبوكاليميا. فانه بدنا نعمل ريجولار مونيتورينج على البوتاسيوم، بس تعرف انه ايش تريمارتيك كارديا توليرانس هايبوكاليميا. الانتي كولينيرجيك دراجز او الانتي ماسكارينك دراجز كومبيرينج بأدوية البيتا 2 اجونست بتكون ايش اضعف ضعيفة يعني. تمام، زي مثلا كومبير تو سابا السلو اونست عنده سلو اونست اوف اكشن من 10 ل 15 دقيقة كومبير تو سابا، وعنده شورت اكتنج يعني بضل في الجسم برضه لفترة صغيرة مثلا من 3 ل 5 ساعات شورت ديوريشن اوف اكشن. بس شو الانتي كولينيرجيك دراج ار بيتر ذان السابا؟ طبعا هي ادويه منيحه بالسي او بي دي افضل افكتيفلي اكثر من السابا،
بيكوز انه عندهم هذول السي او بي دي، مرضى السي او بي دي عندهم هاي فيجاس تون، عندهم الباراسمبثتيك الانرفيشن اعلى من المرضى تبعون الازمه، تمام. وبرضه كمان عندهم البنفيت انه برضه بيعملوا لي ديكريز للسكريشنز مع الافكت تاع البرونكودايليتر. بس هم مش يعني هذا الدواء اللي احنا بنستعمل ايبراتروبيوم مش زي الاتروبين بيعمل دراينس يعني جفاف تام للسكريشنز، لا بقلل من السكريشن بس مش بنفس قوه الاتروبين، ولكن هو بالاخر عنده بنفيت انه بيقلل لي السكريشن تاعت البرونكاي او باللنجز. طبعا مرات احنا بنضيفه مع السابا بدواء بنسميه الكومبيفنت. الكومبيفنت موجود بالمستشفيات بيعطوه تبخيره، بيكون عباره عن سابا مع ابراتروبيوم، بيكون عباره عن سالبيتامول مع ابراتروبيوم، او بسموهم او السالبيتامول خلينا نحكي كمان بسموه الفنتولين، اذا حد بيعرف كمان الفنتولين، تبخيره الفنتولين مع الابراتروبيوم بتكون عباره عن الكومبيفنت. طبعا اليوزز للابراتروبيوم او الانتيكولينيرك دراجز بستعمل بالسي او بي دي افضل، ادجنكت تو بيتا 2 اجونست اند ستيرويدز ممكن استعمل مع كمساعد للبيتا اجونست والستيرويدز، ان بيتا ان بيشنتس وذ بيتا بلوكرز انديوست ازما، المرضى اللي بتصير عندهم الازما او بتصير الاتاك نتيجه باخذوا بيتا بلوكرز، تمام. احنا مضطرين مثلا نعطيهم بيتا بلوكرز دول المرضى تبع الازمه وصارت يجيهم اتاك من وراء البيتا بلوكرز، نصير نعطيهم ايش ابراتروبيوم مع هاي الادويه. المرضى اللي بيصير عندهم توليرانس للسابا او الانتوليرانس تسبب نتيجه السايد افكتس تاعتهم اللي هي تريمر الريثميا اللي هي عباره عن تاكارديا لما تزيد كثير بسبب لي الريثميا، تريمر بتمنع ما فيها لا تريمر ولا اريثميا، هيك بقدر اعطيهم لهذول المرضى. برضه في مرضى اللي عندهم ثايروتوكسيكوسيس والكارديك ديزيزز ما بقدر مثلا اعطيهم السابا، بخاف انه تزيد عندهم مثلا التاكارديا اكثر ما هي زايده اصلا، اوريدي بتكون عندهم اصلا تاكارديا من المرض تاعهم، لكن احنا بنخاف عليهم فبنعطيهم الانتي كولينرجيك دراج زي الابراتروبين. وطبعا الابراتروبين شو كمان احسن من الاتروبين انه كانت كروس البلود برين بارير، بينما الاتروبين بيعمل كروسنج البلود برين بارير، فبالتالي بخاف انه يعمل لي اعراض كثيره هو الاتروبين. الابراتروبين سيف مور سيف، طبعا هو بورلي ابزوربد اند ريليتيفلي فري اوف سيستميك اتروبين لايك افكت، لهيك احنا مور سيف دراج كارد افيلبل از انهيلر اند نيبلايزر، واسمه كمان العلمي الاتروفنت، تمام. موجود از تبخيره وموجود از بخاخ للمحتاج. نيجي للعيله تاعت الميثيل اكزانثينز دراجز او الميثيل اكزانثينز دراجز اللي هي بتضم عائله الشاي والقهوه زي ما حكينا. شو هم الادويه هاي؟ هي عندها الثيوفلين، عندنا الامينوفيلين. الثيوفلين في يعني موجود في مكونات بالتي، والكافيين موجود مكونات له بالكافي، هي الثيوفلين كافيين الامينوفيلين، هاي الادويه تاعت عائله الشاي والقهوه. الكافيين موجود بالقهوه، موجود برضه بالنسكافيه، ثيوفلين موجود بالشاي، فهي هاي مواد موجود ليك بنسميها احنا من عائله الشاي والقهوه. Theophylline will absorb cheap oral bronchodilators، بيعملوا لي ايش bronchodilation effect و improve strength of contraction of diaphragm. طيب شو الميكانيزم في اكشن، كيف بيشتغلوا هاي الادويه؟ بتشتغل يا جماعه بتعمل لي inhibition للphosphodiesterase enzyme. Phosphodiesterase enzyme لما نعمل inhibition للphosphodiesterase enzyme في الجسم بشكل عام، احنا راح نرفع السيركوليك السايكليك اي ام بي السايكليك ادينوسين مونوفوسفيت في الجسم. هسه السايكليك اي ام بي بالجسم شو وظيفته او شو بيعمل لي باللنجز؟ باللنجز يا جماعه بيروح بيعمل لي ايش برونكو دايليشن، بيعمل لي سموث ماسل ريلاكسيشن،
بيعمل لي ايش ريلاكسيشن ريلاكسيشن للسموث مسل، فبالتالي بيعمل لي برونكو دايليشن افكت. بس هذا باللنجز. اما بالهارت كونه باللنجز عباره عن سموث مسلز وبالهارت عباره عن كاردييك مسلز، السايكليك اي ام بي يا جماعه على الهارت شو بسوي لي؟ بسوي لي كونتراكشن، تمام؟ بسوي لي كونتراكشن، خلوها ببالكم هاي الشغله. فبعمل ستيموليت للهارت، بزيد الكونتراكشن بزيد الهارت ريت. برضو شو بسوي لي بالبرونكل جلاند؟ بيعمل لي ايش ديكريز السكريشن من البرونكل جلاند، فبالتالي دواء منيح في هاي الحاله. برضو الدواء على البلود فيسلز بسوي لي فازو ديليشن بكل الجسم ما عدا وين؟ بالبرين. هو برضو بسوي لي هايبو تنشن. في عنده كمان انذر ميكانيزم اوف اكشن عن طريق انه الادينوسين ريسبتر بلوكرز، بيعمل ادينوسين ريسبتر بلوكر. فهذا الشيء على السي ان اس بيعمل لي ستيميوليشن زي انسوميا نيرفس، وبرضو بزيد الالرتنس زي ما واحد لما يشرب القهوه بصحصح اكثر لانه بتعمل لي سي ان اس ستيمولنت، تمام؟ وممكن تسوي الارق والنيرفس والتوتر هذا الشيء. فاز فارماكولوجيكال افكت على الجي اي شو بتسوي لي؟ بتزيد لي الاتش سي ال سكريشنز، بتسبب لي كوز جاستريك اريتيشن. هيك يا جماعه مرضى البيبتيك السرز مثلا ما بخلهم يشربوا لا شاي ولا قهوه او يبعدوا عنهم عشان بزيدوا لي الاتش سي ال وبتسوي لهم جاستريك اريتيشن. على الكارديك شو بسوي لي؟ هاي بوتنشن، وبزيد لي الهارت ريت، ممكن يسبب لي برضه الريثميا. على السي ان اس بزيد لي الالرتنس تريمرز كونفولجنز، وبدخل المريض بانسوميا نيرفوس. على الكدني بيشتغلوا از ا ويك ديوراتكس، اللنج زي ما حكينا برونكو ديليشن برضه بديكريز ميوكس سكريشن. بس على الكدني يا جماعه معلومه لكم هاي انه بيشتغلوا از ا ويك ديوراتكس، انه يعني بيشتغلوا از مدرات بول، تمام؟ فيعني اللي بيشرب شاي او قهوه كثير بيعرف انه بيروحوا على الحمام كثير هدول الناس، تمام؟ طبعا المثل اكزانثاين طبعا بنستعمله as a last choice in asthma as a bronchodilator لانه عنده النارو ثيرابيوتيك اندكس. النارو ثيرابيوتيك اندكس يعني راح ندخل احنا بالتوكسيك دوز او ندخل بالتوكسيسيتي ب يعني ما في مساحه امان مع المريض، يعني ممكن لو زاد الدوز شويه ممكن يدخل بالتوكسيسيتي، فبالتالي هاي الادويه شوي خطيره بالتعامل معها، لهيك بنكون حذرين، تمام؟ اللي هي الثيوفلين وبرضه لاماينوفيلين. بس لاماينوفيلين راح نستعمله از راح ناخذه يعني بال ناخذه اي في احنا، تمام؟ بالسيستميك او بالستاتس ازميتيكاس اللي هي لما تيجي معنا الحاله الخطيره من الازمه، لما يجي ياخذ ادويه مثلا الموسعات القصبات الهوائيه وما تشتغل بالمره، احنا هذول بنرجع له بالاي ار يعني بالامرجنسي نستعمل الاماينوفيلين، ممكن ما نستعملوش اصلا، في عندنا خيارات ثانيه اصلا صارت موجوده وبطلنا نستعمله. فهذا بالنسبه للاماينوفيلين. الثيوفلين زي ما حكينا هو عباره عن لاست تشويس لانه عنده نارو ثيرابيوتيك اندكس، ف وانس انه رفعت الدوز شويه راح يصير المريض داخل بالتوكسيستي. في عندنا ادويه الكورتيكوستيرويدز. طيب هيجينا على الكورتيكوستيرويدز. طبعا الانهيلد كورتيكوستيرويدز هم الدراج اوف تشويس لللونج تيرم كنترول بالبيشنت with any degree of persistent asthma. بالبيرزستنت ازما ايش بنستعمل احنا؟ الكورتيكوستيرويد. نستعمله مع مين؟ مع اللابا كومباينيشن، جود كومباينيشن اللابا مع الكورتيكوستيرويد. طبعا هو الكورتيكوستيرويد انهيلرز نوت بينيفيشال ان اكوت سيمبتومز ريليفنج، ما بقدر استعمله في حالات لما يصير عندي الاتاك، تمام؟ فهو ما عنده برونكودليتر افكت، بس عنده ايش؟ انهيبيشن للانفلاماتوري سيلز زي البيتا سيل التي سيل المايكروفاجز الماست سيلز، يعني انتي انفلاماتوري بيجي على خلايا الاميون سيلز بيعملها بكبح، بيعملها سبريسنت، سبريس للاميون سيستم، سبريسنت للاميون سيستم. وبرضه بيعمل لي هسه اذا فهمكم هذا الفوسفولايباز A2. هسه يا جماعة عندي انا بالسيل ميمبرين بتصنع عندي الفوسفوليبيد، هذا الفوسفوليبيد بتحول ل عن طريق الفوسفولايباز A2 لاركادينويك اسيد، تمام؟ هذا الفوسفوليبيد بيطلع عن طريق الفوسفولايباز الانزيم هذا A2
بتحول لاركيدونيك اسيد، وهذا الاركيدونيك اسيد بتحول ل بروستا سايكلين بروستاجلاندين ثرومبوكسين عن طريق الانزيم تاع السايكلو اوكسجيناز، وعن طريق الليبو اوكسجيناز انزيم بتحول لليكوترينز. طبعا الليكوترينز هو عباره عن ايش؟ عباره عن بوتنت برونكو كونستريكتور، يعني بضيق لي القصبات الهوائيه بشكل قوي. تمام، لهيك احنا ما بدنا هذا الاشي ينفرز عندنا في الجسم عشان ما يسبب لي التضيق في القصبات الهوائيه. لهيك احنا يا جماعه بنستعمل برضو دواء زي الكورتيكوستيرويدز او الجلوك كورتيكوستيرويدز، لانه بيعمل لي انهيبيشن للفوسفولايباز A2. فلما انا اعمل انهيبيشن للفوسفولايباز A2 انا بمنع تحول الفوسفوليبيد للاركيدونيك اسيد بالمره، فبالتالي لا بصير عندي هنا اشي ولا بصير عندي هنا اشي. تمام، فبيبطل عندي الليكوترينز بالمره اصلا. وعشان افهمكم برضو شغله، احنا حكينا النسز ما بقدر استعملهم في المرضى تاعون الازمه. ليش؟ هسه النسج يا جماعه، ادويه النسج هان وين تشتغل؟ تشتغل از انهيبيشن للسايكلو اوكسجينيز انزيم، تشتغل بتعمل انهيبيشن للسايكلو اوكسجينيز انزيم، فبتمنع تحول الاركيدونيك اسيد ل البروستاسايكلين بروستاجلاندين ثرومبوكسين، وهذول اللي بيسببوا لي اصلا الالم بالجسم. تمام، فاحنا وانس انه استخدمنا النسج يا جماعه وعملنا بس عملنا يعني عملنا بلوك انه الاركيدونيك اسيد يشتغل على هان، راح يزيد وين؟ راح يزيد شغله هان، وراح يزيد افراز الليكوترينز اكثر واكثر، فبالتالي راح يصير عندنا برونكوسبازم اكثر واكثر في هذول المرض. لهيك انا ما بقدر استعمل النسيز كونه بزيد لي الليكوترينز في الجسم. تمام، لانه هذا الباث واي يعني اذا سويت هان بلوك بدك هان تزيد. تمام، اذا سويت هان بلوك هان بدك تزيد. فالبلوك كورتيكوستيرويد مريحكم من كل شيء، بيعمل ايش؟ بلوكينج على الفوسفولايباز A2، بيعمل انهيبيشن تام، فبيمنع اصلا تكون اي واحد من هدول الاشياء، فبالتالي بيمنع برضو خصيصا احنا بدنا اياه الليكوترينز بالذات انه بقل، فبالتالي بيمنع البرونكوسبازم كونستريكشن اوف ذا برونكاي. هاي اهم شيء زي ما حكينا انهيبيشن للفوسفولايباز A2. ريفرس الميكوزال ايديما اند افتر مانث ذي ريديوس الهايبر ريسبونسيفنس. طبعا يا جماعه بقلل لي من السكريشن في بقلل لي من السكريشن، وبرضه بيعمل ريديوس للهايبر ريسبونسيفنس كونه انا قللت المدياتورز، او بعمل قاعد كبح للمدياتورز اللي قاعده اوريدي قاعد بتسوي لي ايش؟ بتسوي لي ريموديلينج وبتعمل لي هايبر ريسبونسيفنس للبرونكاي، فبالتالي راح يقل عندي انا الرياكتيفيتي للستيمولاي اللي بتصير. تمام، مش بصير مش لاي ستيمولاي، يصير عندي برونكوسبازم وندخل في نوبه الاتاك تاعت الازمه. They potentiate the effect of beta receptors and they decrease the number of the mast cell. طبعا يا جماعه هان شو المقصود في هاي النقطه؟ انه البيتا ريسبتورز مش حكينا احنا بصير في عندنا التوليرانس بال المرض اللي بستعمل معهم بس بونكوديليترز دراج، وجدوا انه الجلوك كورتيكوستيرويدز دراجز ايش بتسوي لي؟ بترفع لي من الافكت تاع البيتا ريسبتور، يعني بتمنع الداون ريجوليشن يصير، بتمنع الداون ريجوليشن انه يقل عدد الريسبتورات تاعت البيتا بيتا ريسبتورز في الجسم، فبالتالي بتمنع التوليرانس تاع البرونكوديليترز دراجز زي السابا ولا. And they decrease the number of mast cells، بتقلل عدد الماست سيلز اللي هم بيفرزوا لي الهيستامين زي ما بنعرف. تمام، والهيستامين بيسوي الفازوديليشن والإديمة والى اخره. طبعا نستخدم فيه ثلاث طرق، انهاليشن واورال وانجكشن ممكن استعمله. الانهاليشن موست امبورتنت فور كرونيك يوز، وهي الفيرست لاين يا جماعه. الانهاليشن للكورتيكوستيرويد بالازمه هي الفيرست لاين، لانه عنده ليس سيستميك سايد افكت زي الدواء اللي بيستعملوه بالبيكلوميثازون. بيكلوميثازون الاورال از ا شورت كورس، طبعا بالسيفير ان كنترولد كيسز، هي والانجكشن بالسيفير ان كنترولد كيسز بخاف اعطيهم اصلا اورالي وانجكشن، لانه بيسببوا لي كثير امراض. بس
في حالات بستعملهم بس يعني انه للشورت تايم، وكمان ما بقدر اوقفهم مره واحده هاي الادويه. لازم ايش اعمل؟ لازم اعمل تابرنج للدوز مش صدنلي، يعني لازم اخفف الدوز شوي شوي. فممكن اعطيك از اورال روت انه بس كريسكيو اورال انه منقذ، تمام؟ زي دواء البريدنزولون نعطيه من 5 لـ7 أيام تقريبا، هيك نمشي البيشنت على كورتيزون. انجكشن ان سيفير ان كنترول كيسز بالاي ار نستعمل هذا الكورتيزون مثل البريدنزولون. اكثر شيء اللي هو هذا الكورتيزون عرفوه انتم. الهايدرو كورتيزون بنعطيك از 100 ملي جرام او 200 ملي جرام اتوقع، هيك بنعطي في الاي ار، تمام؟ هو هيك يعني 100 و200 بيجي فعلا، مش انه بتخوف يعني. طب الادفيرس افكت اوف انهيلد ستيرويدز، ايش الادفيرس افكت؟ احنا بنيجي على الانهيليشن بس، على الاورال وانجكشن راح نيجي الى الكورتيكوستيرويدز، راح نفصلهم بمحاضرتهم، تمام؟ فانه خليهم ببالكم انه راح نشرح هذول بمحاضره الكلوك كورتيكوستيرويد. الاوروفارنجيال كاندياسيس، انه بصير عندي يا جماعة فطريات، وهاي الفطريات اسمها ايش؟ كاندياسيس، نوعها كاندياسيس كاندياسيس اللي هي اوروفرنجل كاندياسيس. هاي يا جماعة نوع الفطريات الاوروفرنجل، احنا بنستعمل معها دواء معين انتي فنجل عشان تروح، برضه راح ناخده راح احكي لكم عنه في محاضرة الجلوكورتيكوستيرويد، اتوقع اسمه فلوكامينازول something like this يعني، تمام؟ وبرضه بسبب لي هورزنس في الفويس. ليك يا جماعه احنا بس نستعمل البخه لازم ايش؟ نعمل واشنج للماوث، تمام؟ او واشنج للسبيسر اللي بنستعمله، عشان هاي الاشياء بتسبب لي زي ما انتم شايفين اوروفرنجل كاندياسيس بسبب الفطريات، وهذيك بتسبب لي بكتيريا انفكشن. ليك احنا بدناش ندخل في دوامة جديدة ونصير نعطي مضادات حيوية ومضادات للفطريات والى اخره. برضه بسبب لي هورزنس اوف فويس دي تو لوكال افكت اون فوكال كورد، بسبب لي ايش؟ بحة بالصوت، تمام؟ تسوي لي بحة بالصوت. وبرضو على المدى البعيد تسوي لي الاوستيوبروسيس اللي هي شاشة العظم. طيب في عندنا أدوية اللوكترينز أنتاغونست، زي ما شفتوا اللوكترينز أنتاغونست formed by lipoxygenase enzyme from arachidonic acid. اللوكترينز هي مثل صنع طريق اللايبوكسجينيز انزيم عن طريق تدخل اللايبوكسجينيز انزيم على الاركيدرميك اسيد، فبتصنع لي ايش؟ الليكوترينز. الليكوترينز انتاجونست ميكانيزم اوف اكشن كيف تشتغل؟ بتعمل انهيبيشن لللايبوكسجينيز انزيم، يعني بتعمل انهيبيشن للانزيم اللي هي الزيلوتون، بتعمل انهيبيشن للانزيم فبيبطل يصنع لي ايش؟ بيبطل يصنع لي الليكوترين، تمام؟ هذا الاشي ادوية منيحة كونه انه بتقلل لي من الالكترينز، تمنع لي اياه كونه هو بوتنت برونكو كونستريكتر. وبرضه في ادوية ثانية بتشتغل از بلوكينج للالكترين ريسبتورز الموجودة في اللي بتفرز لي الالكترينز هذول ريسبتورز اللي هم المونتي لوكاست والزفر لوكاست. مونتي لوكاست والزفر لوكاست هذول الادويه بتشتغل از بلوكينج للريسبتر، بلوكينج للريسبتر تمنعه يشتغل الالكترين، تمام؟ فاعرف انه كلمه لوكاست هاي عباره عن كلمه بلوكرز عشان تفرقوا ما بين الزيلوتون والمونتي لوكاست والزفر لوكاست. هذول كلمه لوكاست معناها بلوكر، بلوكرز يعني بسكروا الريسبتر، وهذا بيعمل انهيبيشن للانزيم زد انزيم، فبالتالي يعرفوا ان زيلوتون هو عباره عن ايش؟ انهيبيشن للانزيم. وهذول مونتي لوكاست والزفير لوكاست بيعملوا ايش؟ بلوكينج للريسبتر، تمام؟ نيجي على الزيلوتون. الزيلوتون يا جماعه من مساوئه انه بيعمل الليفيت للهيبيتيك انزيم، بيرفع لي وظائف الكبد. لهيك احنا لازم نعمل requiring ايش؟ periodic monitoring، لازم نعمل ايش؟ مراقبة دائمة او دورية على الوظائف بتاعت الكبد.
وديسكونتينيويشن وين ذا انزيمز ايش ان سي اكسيز اللي هي انزيم تاعت الكبد لما ترتفع لما تصير عاليه انزيمات الكبد لازم نوقف الدواء 3 to 5 times the upper limit of normal. It's enzyme inhibitor. كونه enzyme inhibitor يا جماعة فهو راح يدخل لي في drug interaction. تمام؟ enzyme inhibitor بيدخل لي في drug interaction. زي ما حكينا اللي هو enzyme inhibitor. طيب زي ما حكينا بدخل drug interaction. يا جماعة أحكي لكم شغلة ما حكيتها ما ذكرتها قبل. اللي هي عن الثيوفلين اللي هو ايش مثل اكزانثاينز دراجز. هسا الثيوفلين في بدخل بدراج انتراكشن اذا كان الادوية عبارة عن انزيم انهيبيتورز لانه هاي الانزيم انهيبيتورز راح تعمل انهيبيشن للميتابوليزم التخلص من الثيوفلين فبالتالي لما تقل الميتابوليزم ايش راح يصير راح يزيد الثيوفلين ليفلز وبالتالي راح ندخل في التوكسيسيتي صح؟ طيب زي الزيلوتون بدخل بدراج انتراكشن مع الثيوفلين فممنوع كونترا انديكيشن انه اعطي الزيلوتون وانا بقاعد بعطي ثيوفلين او العكس تمام؟ كونه هذا انزيم انهبيترز وهذا نارو ثيرابيوتيك اندكس. وكمان في عائلة الماكرولايدز الكريثروميسون الاريثروميسون ما بينعطوا مع الثيوفلين تمام؟ كونهم انهم راح يزيدوا لي السيرم ليفل اوف الثيوفلين فبالتالي راح ادخل بالتوكسيسيتي وبالتالي راح اسمم انا المريض مش راح اداوي راح اعطيه مرض جديد كمان تمام. لهيك احنا بدنا ندير بالنا من الادويه اللي بتكون انزيم انهيبيتورز وكونه اي كلمه تقروها انزيم انهيبيتورز او انزيم انديوسر بدك تعرفوا انه له دراج انتراكشن تمام هاي حطوه ببالكم. زي نكمل طيب المونتلوكاست والزيفيرولوكاست هذول الأدوية يا جماعة زي ما حكينا احنا بتعمل بلوكينج للريسبتر بتمنع الالكتروين يرتبط فيها وبالتالي يسوي الافكت تاعه كبرونكو كونستريكتر. طبعا بتنعطى للكبار والصغار طبعا بتنعطى 4 ملي جرام للتشيلدرن وانس ديلي و 10 ملي جرام للادلت. طبعا هي المونتيلوكاست هذول بنعطوا 1 ديلي 1 مره واحده المونتيلوكاست الزيفيرولوكاست بنعطى توايس ديلي تمام. المونتيلوكاست اصلا افاليبل از شوبل شوبل تاب للمضغ يعني تابلت للمضغ وجرانيولز حبيبات للاطفال هاي عشان ايش للاطفال تسهل استخدامها وانديكيتد فور تشيلدرن وذ اليرجيك رينايتس. الناس اللي عندهم زي ما تحكوا بصير الأنف عندهم متهيج تمام بنعطيهم برضو المونتلوكاست منيحة والزيفيرولوكاست كمان بتقلل لي برضو الريانايتس هاي تمام اللي بتصير مع مرضى الأزمة. They are indicated in prophylaxis of asthma especially in children. Exercise induced asthma. Antigen induced asthma. Aspirin induced asthma. يعني كل الاشياء بتسبب ازمه زي ما انتم شايفين الاكسرسايز يا جماعه احنا لانه لما نعمل تمارين احنا قاعدين بنزيد لما نعمل تمارين قاعدين نزيد طلب على الاكسجين واحنا اصلا اوريدي الجسم عنده ناروينج بالاير ويف فصعب انه يسوي مثلا ياخذ الاكسجين الكفايه فبالتالي بصير عنده برضه نفس الشيء بسبب لي برضه ازمه تمام. فالمرضى اللي بيلعب المرضى ازمه اللي بيلعبوا اكسرسايز بتجيهم نوبه الازمه. الانتيجين اللي هم زي اللي بتطلع عندهم ميدياتورز الداست الغبره الاتريبل شعر الحساسيه السيزونال بتصير مثلا بحساسيه الربيع الى اخره بتسوي لي برضو ازمه مش بتسوي لي تسبب لي نوبه الازمه. الاسبرين دوست ازمه برضو نفس الشيء لانه من عائله الناس زي ما حكينا وذكرنا سابقا. الماسل ستابلايزر دراج زي كرومولاين والكيتوفين هذول زي ما انتم عارفين بدخلوا بالانتي هيستامين دراجز وبيعملوا انهيبيشن لجرانيوليشن اوف الهيستامين. طبعا هذه الادويه ضعيفه يعني تعتبر ضعيفه هاي الادويه ضعيفه وبرضه الالكترولين انتاجونست برضه من الادويه الضعيفه لانه
الهيستامين مش بس الهيستامين داخل عملية ال خلينا نحكي هاي الانفلاميشن، لا في اكثر من ميدياتورز، فبالتالي هاي الادويه تعتبر ضعيفه. اوكي راح يخفف لي من الفازيليشن والاديما، بس مش راح يخفف لي من كل الانفلاميشن الموجود، لانه تقريبا عندي 40 ميدياتورز الاكثر بتدخلوا بالازمه، تخيلوا. فانه اعطي بس انتي هيستامين لا ما بزبطش، يعني مش افكتيف كفايه عشان الحاله هاي، تمام. فعشان هيك الادويه تعتبر ضعيفه، يعني مش راح تسمعوا فيها كثير. بس من الأدوية تاعتها زي الكرومالاين والكيتوتيفين. طيب في عنا حالة الستاتس أزماتيكس، هاي لما تكون الحالة كثير سفير وصلت لحالة اللايف ثريتنينج، انه بيجي المريض تجت النوبة وقاعد باخذ السابة، باخذ السالبيتامول مش ظابط معه، يعني معه مش ظابط السالبيتامول، مش راضي يتوسع قصبته، هو قاعد مريض مش قادر يحكي، كمان مش قادر يكمل الجملة تاعته، بيجي بيحكي كلمة بعدين باخذ مش قادر، يعني ما بقدرش يحكي، ما بكملش الجملة، فبصير عندي سيفير اير واي اوبستراكشن في هاي الحالة، ولازم يدخل هذا المستشفى المريض، اذا ما دخل المريض المستشفى هذا راح يموت. فهي عبارة عن اكوت اكزربريشن اوف ازما، تكون سيفير ازما. السيمبتومز بتصير زي chest tightness, dry cough, extreme wheezing، وبرضو shortness of breath، انه ما بيقدر الواحد ياخذها، rapidly progressively dyspnea, so severe impossible to speak more than a few words، ما بيقدر يحكي اكثر من كلمة. الكومبليكيشن انه بتسبب لي cardiac او respiratory arrest، هاي مشكلتها. طبعا هي مش مشكلة، بس هاي مشكلة عظيمة. How to manage the status asthmaticus، بنعطي للمريض اكسجين بس يجي على الطوارئ، بنحط له بالنبلايزر سالبيتامول او البترول، كونه احنا بالبدايه استخدمنا الاكسجين، بس هم ما بيستخدموا بس الاكسجين، بيستخدموا شيء اسمه الهيلوكس. الهيلوكس هذا عباره عن هيليوم مع اكسجين، تمام، بيحسن لي من وضع المريض، كونه الهيليوم له وظيفة انه يوسع لي الالفيولاي ويوسع لي ويحسن من دخول الاكسجين على الرئة. فلما نعطي السالبيتامول، فبنعطي برضو مرة ثانية السالبيتامول، اوكي اول مرة ما زبط معنا، ولكن ثاني مرة بنستعمله عشان احنا استعمال الاكسجين، يمكن المشكلة كانت في الاكسجين بالبداية انه مش متوسعة شوي ومش ضابطة الالفيولاي عند المريض، فنجرب مرة ثانية نعطي السالبيتامول as a nebulizer، تمام. إذا ما زبط نعطي هيدروكورتيزون IV 100 ميليغرام أو 200، وبرضو بنمشي بعد ما نعطيه الهيدروكورتيزون بنمشي على أورال بريدنوزولون ل 2 weeks. إذا الحال ما تعالجت برضو بنقدر نستخدم المغنيسيوم سلفيت IV، برضو بحسن لي من الأمور، كونه المغنيسيوم سلفيت هذا بيعمل لي تحسين لللنجز فانكشن، تمام. طبعا احنا ليش يا جماعة ما استخدمنا الليبروتروبين؟ زي ما حكينا احنا الليبروتروبين أضعف من السالبيتامول، فإذا السالبيتامول ما وسع لي القصبات الهوائية فالليبروتروبين ما راح يوسع لي القصبات الهوائية، ولكن زي ما حكينا في ادفانتجز انه المريض لو كان في عنده كاردييك او الريثميا او تكاريا ما بنستعملش هاي الادويه، بنستعمل الليبروتروبين كونه افضل. والامينوفيلين زي ما حكينا هو عباره عن نارو ثيرابيوتيك اندكس، فما بقدر اعطيه للمريض، يعني بخاف اعطيه للمريض وهم اصلا بيبعدوا عنه صاروا، ولما اعطيه كمان اي في لازم اعطيه كسلو انفيوجن. وادري بالي لانه كمان الامينوفيلين شو بسوي لي، كمان زي ما حكينا احنا على الهارت بعمل انهيبيشن الفوسفودايستريز، وبالتالي بيعمل لي انكريز السايكليك اي ام بي، واضح شيء بيعمل لي زياده بالهارت ريت، فبخاف من الاريثميا اكثر شيء من الامينوفيلين، هيك بخاف اعطيه وبعطيه سلولي سلو انفيوجن، تمام، على 20 دقيقه او 30 دقيقه الى اخره. و shouldn't be given to patient who already taking oral theophylline.
كمان شغلة، احنا لما نرضى تعمل الستيس ازماتيكس كمان من السيمتومز بيجوا كمان ديهايدريشن بيكون عندهم مش جفاف، لكن برضو بعطيهم كمان اي في فلويدز ديكستروز، اي في فلويدز تمام، نعطيهم اي في فلويدز نعالج الديهايدريشن كمان اللي صار عندهم، وراح يصير برضو عندهم اسيدوسيس. طيب وبالنهاية بس في دواء أنا ما ذكرته اللي هو التيربيوتالين، هذا من أدوية برضو السابة الشورت أكتينج زي السالبيتامول، بيعتبر برضو بيتا 2 أجونست تمام، بس هو بيختلف عنهم ما في نهايته إل، بس هلا لازم تحفظوك برضو رجعت للسلايد شفته موجود التيربيوتالين تمام. طيب ندخل هسه بالكاف يا جماعة، الكاف زي ما حكينا احنا في عنا كاف تيجي مع expectoration وفي كاف تيجي without expectoration، يعني كاف مع بلغم وكاف without بلغم. فالكاف هي نتيجة ايش؟ protective reflex that remove foreign material and secretion from bronchi، فهي protective reflex هي حماية عشان تحمي لنا البرونكاي، فبتعمل removal للforeign material والsecretion الموجودة في البرونكاي وبتطلع حالة برا الجسم. It's common complaint that's not only related to respiratory system، مش موجودة بس يعني الكاف مش بس بسبب مشاكل respiratory system، في زي ما أخذنا سابقا مثلا لل AC inhibitors من side effects تاعته بيسوي لي كاف، ففي أنواع من الكاف تمام. التايبس تاعت الكاف ممكن productive كاف ممكن non productive كاف. productive كاف إنه فيها sputum producing sputum، في mucus بالموضوع تمام، وبتطلعوا قاعد من خارج البرونكاي، فهذا النوع البرودكتيف للبرودكتيف كاف في sputum هذا ما بمنع عن الكحة، ما بعمل سبريس للكحة unless it's ايش exhausting the patient، الا اذا بتتعب كثير المريض وprevent sleep or rest for the patient. we use مثلا الاكسبكتورانت that facilitate ايش expelling by cilia، راح نشرح هسه الادويه بتاعتها سواء يعني زي ما انتم شايفين. فالبرودكتيف كاف ما بعمل سبريس للسبيوتم، ما بس بعمل سبريس للكاف، اصلا بنعطي ادويه بس تعمل زي خلينا نحكي تذيب الميوكس، تذوب الميوكس وتسهل الاكسبولينج او تطليعه لخارج الجسم، يعني يطلع مع الكحة، يضل يطلع أصلا مع الكحة، بدنا نتخلص منه إحنا. في النون بروداكتيف كاف، في الدراي كاف، الكحة الناشفة هي بتكون irritable and has to be suppressed by the intitusive drugs، هاي لازم تكون إيش suppressed by the intitusive drug تمام. فهاي الكحة الناشفة لازم نعملها suppress، لازم نكبحها، لازم ما نخليها تضل موجودة لأنها بتأذي المريض. Management of cough is by treating the underlying cause. The most causes are respiratory infection, pneumonia, laryngitis إلى آخره. هسه يعني بشكل عام الكف احنا بنعالج بالبداية ال underlying cause المسبب بالبداية، بعدين بندخل بالمانجمنت تاعت الكف تمام. فإذا كان عندي respiratory infection بنعطي أدوية الانفكشن، النمونيا، laryngitis، الكومون كولد، الالرجيك رياكشن، الاكيوت اتاك في ازما اد سي او بي دي، الهارت فيلر، لنج كانسر الى اخره الامور. يعني لازم نعطي الادويه بالبدايه بعدين بنشوف الكاف، نعطي حل للكاف. فلازم نعالج بالبدايه الاندرلاين كوز بعدين نروح على الكاف. ف ممكن تيجي برضه مع الازمه والسي او بي دي زي ما حكينا، فلازم تكون عارفين اذا مع برودكتيف ولا وذات برودكتيف. طبعا شو الأدوية اللي used to control الكاف؟ في عندي الانتيتوسيف دراجز، في عندي الاكسبكتورانت، في عندي المايكوليتيك دراجز، هدول للبروتكتيف كاف وهاي للنون بروتكتيف كاف فقط تمام. الكودين هو عبارة عن weak opioid analgesic with weak affinity to mu opioid receptors، هو عبارة عن ايش يعني مسكن ضعيف خلينا نحكي تمام. used in mild to moderate pain، بس انه له تأثير ايش it has an intussive effect عند هدول المرضى.
فانه يستخدم عشان النون برودكتيف كاف للدراي كاف. الديكريز سنسيتيفيتي اوف سي ان اس تو بيريفيرال ستيمولاي سبريس سيجنال جوينج ثرو ذا افيرنت باث واي تو ار واي اند ابيجلوتس ديكريز سيكريشن. هسه يا جماعه احنا بالجسم عندنا بالاير واي بالبرونكاي عندنا برونكاي خلينا نحكي مستشعرات بالبرونكاي، عندنا مستشعرات بالبرونكاي. هاي المستشعرات شو بتسوي؟ ترسل افيرنت افيرنت نيورونز او افيرنت امبلسز على البرين، بتحكي له انا عندي مثلا مشكله في الكحه، في عندي كف، في عندي ايش، في عندي مثلا ميوكاس، في عندي كذا شغله مثلا فورين بادي في البرونكاي لازم اطلعهم برا الجسم. تمام. فهي شو بتسوي شو بسوي السي ان اس؟ مباشره بسوي لي ستيميوليشن للكف هاي. فانا عن طريق الكودين شو بعمل؟ بعمل ايش؟ سبرس للسيجنالز الجوينج من البرونكاي توارز السي ان اس عشان تحفز الكحه، فبالتالي بتمنع الكحه عن طريق هاي الموضوع، انه يعني بتعمل سبرس للسيجنالز الرايحه على توارز ايش؟ السي ان اس، وبتقلل لي من السكريشن. It has a lower potential for abuse than morphine. Rarely produce dependence. ما بتسوي لي dependence، يعني ما يعني مريض بطني يعني تعطاه يعني. تمام. Codeine has been replaced by a synthetic cough depressant that يعني بطلنا نستخدم احنا الكودين، صرنا نستخدم دواء مصنع برضه كمان منه زي الديكستروم ميثروفان. هذا الدواء اللي بنستخدمه حاليا في الدراي كاف، فهو سينثيتيك ديريفيتيف فروم ذا مورفين، ما عنده انالجيسك افكت، موجود از اوفر كاونتر اوفر ذا كاونتر بريبريشن، كوز ليس كونستيبيشن اند ادكشن ذان كودايين. Due to increasing reports of death in young children taking طبعاً للأطفال ممنوع يستخدم الأقل من 6 years لأنه باب صار عنده has been banned by the FDA. تمام. طيب في عندي كمان البيتوميتريت، هذا كمان centrally acting cough suppressant. It is indicated in acute cough of any etiology, pre and post operative cough, sedation for surgical procedure and bronchoscopy. لما نعمل برونكوسكوبي بنعطي، قبل ما نسوي برونكوسكوبي نعمل بيتوميتريت. هذه يا جماعة بيعمل لنا سبرس للكف، بحيث انه احنا بنسوي برونكوسكوبي يا جماعه المريض بلش يتحفز عنده كحه واحنا قاعدين نسوي برونكوسكوبي، تخيلوا كيف. فلما اعطينا البيتوميتريت هذا بيعمل سبرسنت للكحه قبل ما تصير اصلا، وبيمنع السيجنالز توصل للبرين، وبيمنع تكون الستيميوليشن تاعت الكف. فبالتالي كثير منيح وقف اعطيها قبل البرونكوسكوبي والبري اند بوست اوبريتيف، قبل وبعد العمليات. يعني في هاي الحالات كثير مفيد استخدم بيتوميتريت. للبرودكتيف كف يا جماعه بنستخدم احنا المقشعات الاكسبكتورانتس اللي هم بتذوب مش بتذوب بالغ، المقشعات بتزيد الووتر كونتنت اوف السبيوتم. السبيوتم بيكون فيه نسبه ووتر، هاي الاكسبكتورانتس بتزيد نسبه الووتر بزياده بحيث انه تسهل اخراجه لخارج الجسم. They lose and decrease its viscosity، بتقلل الفيسكوستي زي ما حكينا، بتزيد الووتر كونتنت and increase the amount of respiratory fluid water content. يعني بشكل عام they have emetic effect in large doses present in over the counter cough mixture. ممكن زي هم يعني في منهم زي الامونيوم كلورايد، في جوايفنسينال، طبعا هذا احفظه واضح جوايفنسينال. في عندنا المايكوليتيك دراجز اللي هي هاي المذيبه، الادويه المذيبه بتذوب البلغم، reduce the viscosity of mucus since they have free
sulfidryl group that open disulfide bond of mucus. هسه يا جماعة احنا الميوكس لما يكون داخل البرونكاي بيكون عبارة عن عبارة عن ماس، تمام؟ هاي الماس انه بتكون مترابط مع بعضه، وهذا كيف مترابط مع بعضه؟ عن طريق رابطة، وهاي الرابطة بتكون ايش هي؟ هي الدايسلفايد بوند. هسه المايكوليتيك دراج هذا عنده الاس سلف سلفاي درايل جروب، هذا السلفاي درايل جروب، هذا السلفاي درايل جروب يا جماعة بذوب لي الدايسلفايد بوند، فبالتالي يعني زي كأنه بكسر الروابط بتاعت البلغم، فبالتالي بصير لأجزاء أصغر، ما بطل الماس بصير يتقسم ويصير أصغر ويذوب، يعني بصير يذوب، تمام؟ فإنه هذا بتذوب البلغم المايكوليتيك تروكس، زي أدوية إيش الامبروكسول والأسيتيل سيستين. uses بالCOPD بالبرونكل أزمة بالبلمونري ديزيز بوست أوبريتيف كرونيك سينايتس سنتايتس والأوتايتس ميديا. تمام هيك يا جماعة احنا هيك خلصنا تقريبا. احنا اهم شيء تعرفوا انه الاكسبكتورانس والمايوكوليتيك بنعطوا بالبرودكتيف كاف اونلي، البايتوميتريت الديكستروميثورفان هذا، والكودايين برضو بنعطوا بالانكاز انتي توسيف دراجز بالدراي كاف. تمام تعرف شو الفرق ما بينهم، كل واحد شو وظيفته، كيف بيشتغل كميكانزم اوف اكشن. الامور جدا بسيطه طبعا. كيف ممكن يجي بالامتحان سؤال؟ ممكن يجي مثلا على، خلينا نحفظ على السابة، ممكن يجي سؤال على السالبيتامول، وهو دائما بيجي هان سؤال على السالبيتامول انه هو شورت ديوريشن اوف اكشن، رابيد اونست اوف اكشن، ايش كمان بيجي عليه؟ بيجي انه برونكو ديليشن، بيتا 2 اجونست، شو كمان. طيب يا جماعة عشان تشوفوا بشكل سريع اسئلة على المواضيع اللي حكيناها، تمام؟ زي ما انتم شايفين هاي مثلا برودكتيف كاف كان بيمليج باي ايش؟ الديكستروم ميثورفان ولا الاستيل سيستين ولا بيكلوميثوزون ولا الابروتروبيوم بروميد ولا سالبيتامول، مبينه يعني هي عباره عن يا اكسبكتورانت يا اما ميوكوليتيك. ديكستروم ميثروفان هو عباره عن شو؟ هاي نرجع شويه، عباره عن شو مثلا؟ هي ديكستروم ميثروفان عباره عن انتي توسيف دراج، هو عباره عن ايش؟ بيعمل سب ريزيرف لدراي كاف. طيب الاستيل سيستين هو عباره عن ميوكوليتيك، فهو بيستخدم في البرودكتيف كاف يعني بشكل سهل جدا. جوافنسن هذا الدواء اللي مش عارف الفضه، ان شاء الله اعرف الفضه اللي قدام ان شاء الله. الامونيوم كلورايد الى اخره، الامبروكسول، هذول بستخدمهم بالبرودكتيف كاف. فشو الخيارات؟ شو الخيارات موجوده عندي؟ ديكستروميثروفان لا، الاستيل سيستين البيكلوميثوزون هذا لا، هو عبارة عن كورتيكوسترول، إبروتروبيوم لا، سالبيتامول لا، كونه عبارة عن سابا واحد أنتي مسكرينك لا. فالإجابة هي مبينة واضحة زي عين الشمس الأسيتيل سيستين، يعني هيك الأسئلة جدا تافهة. هاي سؤال ثاني، الإبروتروبيوم إز إيش الإبروتروبيوم؟ إز إنديكيتد إن ذا مانجمنت أوف كرونيك أوبستراكتيف بلمون ديزيز بالسي أو بي دي؟ بنقدر نستخدمه بالسي أو بي دي. كومونلي أدمنستريتد كونكرنتلي وذ سالبيتامول؟ كومبيفنت احنا اسمها حكينا. administered by inhalation in the management of bronchial asthma، بنعطى بالبرونكيال ازما. هو عباره عن انتي ماسكرينيك دراج، عباره عن انتي ماسكرينيك دراج. هل هو كاركترايز باي اول اوف ذا ليستد؟ برضه هو كاركترايز باي اول اوف ذا ليستد. سوري جاب ما بين زي عين الشمس اي. تمام يعني هيك الاسئله تافهه جدا، ما لازم تصعب عليكم اي شيء. سالبيتامول از ايش هو سالبيتامول؟ likely to cause tachycardia and tremor. Likely to cause tachycardia and tremor. Commonly employed in the management of acute attack of bronchial asthma. برضو نستخدمه في acute attack of bronchial asthma. Attack, acute attack. Attack يعني معناها نوبة. أنا لاحظ الكلمات.
acute severe بالsevere of bronchial asthma لا برضو يستخدم، ولكن نقدر نستخدم أكثر من إشي إحنا بالsevere صح؟ طيب فهو بالacute يستخدم برضو salbutamol classified as a selective beta 2 adrenal receptor agonist beta 2 agonist beta 2 agonist characterized by rapid onset of response and short duration of action برضو زي هيك characterized by all of the listed نعم يعني الأسئلة جدا تافهة إن شاء الله يعني بإذن الله بتجاوبوها وأنتم مرتاحين. هاي السالبيتامول يعني كل هاي أسئلة سنوات ترى مش بجيب من جيبتي يعني في بتكون جيب علامة جدا مناسبة. سيليكون is characterized by all of the listed إيش طبعا هي الليستد can cause bradycardia لا ما بسوي bradycardia is the first line quick reliever in asthma yes first line is effective anti-inflammatory drug لا has long duration of action لا short duration of action شو الجواب سي واز as simple as that يا جماعة as simple as that بس أنا بقرأ السؤال بعرف شو الإجابة مباشرة يعني هاي الأسئلة لنا جمعت لكم إياها حاولت إنه إن شاء الله بحط قدام أسئلة زي هيك بحاول أحدد لكم إياها بإذن الله طبعا هاي زي ما شايفين المادة جدا تافهة وهيك أسئلتهم أسئلة تافهة جدا بس بتدرس المادة بتجمع الأسئلة هاي طبعا بجيب أسئلة قليلة كثير على الأزمة ما بجيب كثير لهيك ركزوا منيح في المادة والله يوفقكم إن شاء الله.